الآن موعدنا مع آخر أخبار الطقس وبيان بدرجات الحرارة تستعرضها لنا من جديد مرنا. إليك مرنا. شكرا لكم محمد وأدا. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25، الإسكندرية 31-24، مطروح 28-23، بورسعيد 32-25، والإسماعيلية 34-26. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 25، العريش 35-25، طابة 36-25، شرم الشيخ 40-30، والغردقة 39-29. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 39 درجة والصغرى 27، أسوان 41-29، الوادي الجديد 38-27، شلاتين 38-20، وحلايب العظمى 35 درجة والصغرى 28. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.